فطبعا بنقول بقى ان احنا عندنا اسلحة مناعية سريعة. اول حاجة اتكلمنا عن المشروب الذهبي، فاكرين؟ ها اقول لكم المشروب الذهبي، المشروب الذهبي ده جاب لنا 6.5 مليون مشاهدة. المشروب الذهبي عبارة عن ايه؟ حاجة لونها ذهبي كده، يبقى ايه؟ ها معلقة عسل ومعلقة خل اعشاب 3 4 مرات في اليوم، وعليهم قطرة ليمون. ده يفتفت الحصى ويوسع الاوعية، قوي الذاكرة، يعمل لك مناعة ضد البرد. اظن مفيش اسهل من كده. نمشي عليه ولادنا، مش عايز خل، كفايه معلقه عسل وقطره ليمون. اقسم بالله العظيم لو معلقه عسل وقطره ليمون كل ساعتين يطير البرد والانفلونزا والاسهال والامساك والجن الازرق. في احلى من كده؟ معلقه عسل صغيره وقطره ليمون للطفل، للمولود وللراجل الكبير. والعسل زي ما ربنا قال فيه شفاء، بيعالج المرض ونقيضه. يعني ايه؟ يعني يظبط الضغط العالي ها والضغط الواطي، يعالج المرض ونقيضه، يعالج الاسهال ويعالج الامساك. اه والله العظيم، والله العظيم بيعالج المرض ونقيضه. احنا عندنا في الطب اللي يعالج حاجه ما يعالجش عكسها.